السلام عليكم، كي دايرين اخواتي واخواني؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ ان شاء الله تكون احوالكم بخير. كنرحب بكم معايا من جديد في وصفه جديده ان شاء الله نتمنى تعجبكم، ديال الشوربه ديال الكينوا والعدس. شوربه رائعه والسبانخ رائعه، غادي تعجبكم بزاف خاصه في هذا الفصل. هذا محتاجين لهذه المصادر ديال الطاقه، ومكوناتها كما كتشوفوا موجوده في كاع المطابخ، في كل المطابخ، وسهله حتى في التحضير. كتجي رائعه في الغداء مثلا، ترافقوها بشي حاجه او لا في العشاء، وسهله في التحضير. بالنسبه للمكونات، عندي كاس ديال العدس. بالنسبه للمكونات هنا عندي قليله بالنسبه لجوج ديال الاشخاص، ولكن نتوما تقدروا تضاعفوا المكونات على حسب عدد الافراد اللي عندكم. عندي كاس كبير ديال العدس، وكاس ديال الكينوا، عندي خيزو، جزره، درت جزره وحده، وبصله وحده اللي قطعتها كما كتشوفوا، وعندي واحد الكميه من الفطر كما شفتوا مقطع، وجوج دروس ديال الثومه محكوكين، وعندي هنايا واحد المعلقه صغيره ديال الكرافس مقطع. كتعجبني انا النسمه ديال الكرافس، كتجي زوينه في ديال السوب. وعندي واحد الكميه من لي زيبينار، السبانخ. المهم الكميه ديال الخضار ما تقيدوش بشي كميه، على حسابكم نتوما، على حسب كما قلت لكم عدد ديال الافراد، وعلى حسب شحال استعملتوا ديال الكينوا والعدس. وهنايا عندي المرق ديال الخضار، يا اما كتشريوه جاهز الا كان بيو يكون افضل، الا ما كانش راه تصايبوه في الدار احسن، او لا تضيفوا غير الماء عادي، غير من الاحسن يكون سخون. صافي، هنايا غادي ننتقلوا للطريقه. الطريقه اللي هي جد عاديه سهله. غادي نضيف واحد تقريبا واحد 4 حتى 5 المعالق ديال الزيت البلديه، زيت الزيتون، وغادي نضيف عليه هذيك البصله والثومه، وغنخليهم يتشحروا واحد شويه، عاد غادي نضيف الخضر الاخرى. هاد الانواع ديال الشوربات مزيانين لينا في هذا البرد، حاولوا تاخذوهم بزاف، تنوعوهم. الا بغيتوا نشارك معكم انواع اخرى ديال الشوربات ديال الكينوا غير، ولا انواع اخرى غير قولوها ليا، وان شاء الله غادي نشاركها معكم. المهم غادي نشحر هذيك البصله والثومه، وغادي نضيف عليهم الخضره، وغادي نضيف عليهم العدس والكينوا، نخليهم يتشحروا، وغادي ندير التوابل كما غادي تشوفوا. بقى معايا وتبعوا معايا المراحل اللي هي سهله. بالنسبه للعدس والكينوا ضروري ما نغسلوهم، عاد نضيفوهم. وبالنسبه للتوابل غادي نزيد هنايا الملحه، وغادي على حسب الذوق بطبيعه الحال، وغادي نزيد شويه ديال البزار، الفلفل الاسود على حسب الذوق ديالكم، وغادي نضيف الخرقوم البلدي. صافي، غادي نخليهم يتشحر واحد شويه، وغادي نزيد هذاك المرق ديال الخضر، ولا كما قلت لكم الا ما توفرش لكم ولا ما كانش عندكم في الدار، كتضيفوا غير الماء يكون سخون. المهم كتضيفوا الكميه اللي كافيه، نتوما كتعرفوا لا بالنسبه للكينوا ولا العدس كيتشربوا الماء بزاف، كتغطيوهم بالماء وكتبقاو مره كتراقبوا، الا كان خاصكم الماء بطبيعه الحال راه غادي تزيدوا. صافي، هنايا ضفت الكرافس،
صافي هنايا غادي نغطيها ونقص العافيه ونخليها طيب على خاطرها ما كتعطلش في الطياب. وهنايا من بعد واحد 15 دقيقه تقريبا جيت باش نضيف هنا الاعشاب المنسمه ملي كيقرب يطيب. عندي شويه ديال روزميري اللي هو اكليل الجبل، وشويه ديال زعتره، وشويه ديال اوريغانو الزعتر البري. كنضيف لها واحد النسمه هائله هاد الاعشاب بالاضافه للفوائد الصحيه ديالها، راكم عارفين راها جد مهمه في هاد الفصل ديال البرد. صافي وكنخليها تكمل الطياب ديالها. ومن بعد اخر مرحله هي غادي نزيدو فيها لي زيبينا. كتعرفوا لي زيبينا ما كيحتاجوش الطياب. وهنايا كتشوفوا نتوما على حسب الا بغيتو تزيدوا الماء ولا تاخذوها بحال هكا. الا كنتو بغيتوها تكون هكا مطلوقه شويه على هذه راه كتضيفوا الماء. الا كنتو بغيتوها في هاد التكستور هذه راه كتضيفوا غير سبانخ وكتطفيو وصافي وكتقدموها. ها نتوما كتشوفوا ما خداتش ليا الوقت بزاف، كتجي رائعه رائعه بزاف، كتجي لذيذه حتى في البنة ديالها كتجي لذيذه بزاف. هذاك العدس مع الكينوا مع الاعشاب المنسمه والخضار واحد الشوربه اللي هي رائعه. هادشي علاش كنت نشاركها معكم، لانها طبق غير بوحدها، طبق كامل متكامل ما تحتاجوش تضيفوا عليه. غير بالنسبه للوليدات ضروري مثلا تقدموها مع، خاصه الا درتوها في الغداء تقدموا معها هكا شرائح ديال الحوت ولا ديال الدجاج ولا كفتان. مهم ضروري تضيفوا للوليدات شي حاجه. وقدمتها بهذا الشكل اللي كتشوفوا، كتجي لذيذه 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 بزاف. وملي غتجربوها غادي تعرفوا اشنو علاش هضرت لكم. المهم كتقدموها مع الحار بالنسبه اللي كيبغي الحار، والزيت البلديه والفرماج هكا الا بغيتوا تشجعوا وليداتكم ياخذوها. وكنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، راه مصدر مهم للطاقه وتقويه المناعه. غادي تعجبكم لا من ناحيه المذاق ولا من ناحيه القيمه الغذائيه ديالها. كنتمنى ان شاء الله الاقتراح ديال اليوم يعجبكم وتجربوه، وخليو لي التعاليق ديالكم المحفزه، وما تنساوش تخليو لي لايك للتشجيع فقط. وبالنسبه اللي مازال ما اشترك في القناه يشترك اذا عجبكم المحتوى بطبيعه الحال، وشاركوها مع الاهل والاصدقاء ديالكم. وان شاء الله الى فيديو مقبل ووصفات مقبله. خليت لكم الراحه، في امان الله.